صباح الخير مشاهدي صفحة صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي. عمليا يعني بعد الكلام عن ترسيم الحدود ومن قبض ثمن هذه الصفقة إلى اليوم قيد التداول، طبعا إلى اليوم ما بنعرف شو مكاسب الدولة اللبنانية من هذه الصفقة، وأنا أصر على كلمة صفقة. أما الزميل نزير رضا يلي كان متابع لهيدا الملف من أول من بلش الحديث عنه، يعني عم نحكي من فترة سنتين تقريبا، هو قالنا أنه لبنان حيوصل لاتفاق على ترسيم الحدود مع إسرائيل. مرحبا نزير. صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح الخير لكل المشاهدين. الله يخليك نزير. يعني عمليا نحن تحديدا بتشرين أول 2020 بعدني بذكر أنا عملت معك مقابلة وحوار وقلت لي أنه حنوصل لاتفاق إلى ترسيم الحدود على أن يكون الخط 23 من حق لبنان ويأخذ حق القانا. بالفعل هيدا اللي صار. شو اللي صار؟ من سيقبض أو سيحصل على ثمن هذه الصفقة؟ التسوية برأيي كانت قائمة من هيداك الوقت. كان في شوية مناورات هي اللي أخرت، مناورات لأنه أي واحد بده ياخد شوية مكاسب إضافية. كانوا الإسرائيلية عم بيناوروا، كانوا اللبنانية عم بيناوروا أكتر لاعتبارات داخلية. كانوا الإسرائيلية حاطين بلوك بمحل ما أنه ما منا نعطي لبنان منتصر، وهن تجارب الدبلوماسية، المعارك الدبلوماسية كانت إسرائيل تربح فيها من قبل. اليوم هي بأول معركة دبلوماسية بتخسر مقابل لبنان. طبعا وقت اللي بنحكي خسارة بنحكي عن خسارة نسبية بهيدا المحل. بس اللي أخر الاتفاق هو تحديد هوية الغاز اللبناني. هل هو كان بده يكون غاز شرقي أم غربي، غاز روسي أم غاز أمريكاني أوروبي؟ هيدا اللي كان معرقل بالواقع. خصوصا هيدا الشيء انفجر كتير بعد الأزمة الأوكرانية. بهيدا الوقت كانوا اللبنانيين بلشوا يفهموا شو طبيعة المطالب الغربية إذا بدك. صار في تسوية، ما صفقة، ما حدا بيعرف تفاصيلها. الانسحاب الشركة الروسية، ومن بعدها هيدي الشركة الروسية اللي كانت بقلب الكونسورتيوم سيحل محلها شركة تانية، قيل انه قطرية الان وغيرها. فهيدا الموضوع حرر التسوية برأيي. الباقي كله كان تفاصيل وكله يعني مزايدات داخلية، مزايدات سياسية. اليوم وقت اللي بنحكي عن الكسبان في ثلاث أطراف كسباني بالنسبة. الرابح الأقل، يعني أقل ربح أقل نسبة، هن الإسرائيلية. بس ربحوا أنهم قدروا أنهم يصدروا الغاز تاعهم من دون أي مخاطر. اللبناني الرابح أكبر تاني لأنه كان مش قادر على مدى 12 سنة أنه يستخرج أو ينقب بالإنتاج بالمياه الاقتصادية اللي عنده. اليوم صار هذا الموضوع متاح. الرابح الأكبر الثالث وهو الأكثر الرابحين هو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. من بعدها أوروبا بتربح أنه في غاز بديل عن الغاز الروسي خلال سنتين أو ثلاثة، ممكن أنه يوصل من المتوسط. مش ضروري من لبنان على الحل وبشكل دائم. يعني نزير عن استمرارية. نعم. كما الغاز الروسي. نعم. يعني طبعا ما بيقدر يعود إلا يمكن شيء 5-7% بأقصى حالاته. نعم. بس أنه ما في بحصة إلا ما بتسند خابي بهيدا المحل. الأمريكان صار عندهم مصدر طاقة بقلب المتوسط، طاقة أساسي، غاز. أمريكا المعروفة على أنه عندها نفوذ على أسواق النفط بالعالم. اليوم صار عندها، دخلت على أسواق الغاز الروسي، اليوم أسواق الغاز العالمي. اليوم وقت اللي بنحكي عن الاتفاق في بقلبه أنه لبنان حدد هوية الغاز أمريكية أو غربية. هيدا البند اللي بيقول انه ما في اي شركات بتقدر انها تستثمر خارج اطار الوساطه والتسهيل الامريكي. شو الترجمه العمليه لهيدا الحكي؟ لا شركه روسيه بتقدر تيجي، لا شركه صينيه بتقدر تيجي، لا شركه ايرانيه طبعا، او شركات ترضى عنا او مقربه. نزير بدي اسالك سؤالين، انا عفوا على المقاطعه، بس اليوم يعني لبنان
أمام حلين إذا بده يصدر هذا الغاز. طبعا نحن عندنا خط أنابيب هو موصول بإسرائيل يعني حكما وحتما هذا تقنيا عم بيقولوا إذا لبنان مش موجودين فيه إذا لبنان بده يصدر هيدا الغاز حكما بده يكون عبر هيدي الأنابيب. هاي نقطة. نقطة عم بيقولوا إنه في شركات بتجي بتاخد هذا الغاز وبتنقله ولكن الكلفة بتكون أعلى. هل نحن وبكل صراحة يعني السؤال يطرح اليوم لأنه بالقوانين الدولية لا يمكن الاعتراف أو ترسيم الحدود إلا مع دولة أنت بتعترف فيها، هل لبنان اعترف بإسرائيل ودخل معها مرحلة التطبيع الاقتصادي إذا بدي أقول؟ مرحلة التطبيع الاقتصادي لا لم يدخل معها. الاعتراف هو أمر واقع يعني ما منا نعمل التفاف وبمعزل عن الشعارات وعن الأدلجة. لبنان الذي وافق على مبادرة السلام العربية بسنة 2002 هل هو يعترف بإسرائيل بوجود إسرائيل ولا لا بمعزل عن العلاقات معه وبمعزل عن موقف العداوي؟ في موقف عداوي صح، ولكن الاعتراف بإسرائيل كدولة موجودة طبعا لبنان يعترف فيها، حتى وقع مع اتفاق هدي بسنة 49. نعم. يعني بهيدا المحل بمعزل عن الأدلجة والشعارات وهذا كله الحكي الشعبوي، لا لبنان يعترف، لبنان الرسمي يعترف وأفرقاء لبنان بما فيهم حزب الله يعترف بوجود إسرائيل. نعم. السؤال الثاني اللي له علاقة بتصدير الغاز. تصدير الغاز نحن طبعا في عنا معضلة هلأ بعد ما نحكى فيها بس لبعد لحتى بقولوا لا يخلق الصبي لنصلي على النبي لنشوف لوقت عنا من هلأ لخمس سنين. بس في ثلاث احتمالات. في احتمال الفائض عن اللي بده يستعمله لبنان، الفائض من الغاز يتم تصديره يا أما تسييله وبينعمل محطات تسييل تغويز بيسموها هون وبيرجعوا بيبعتوها بالبواخر، يا أما من نشبك على الأنبوب الأوروبي عبر أبروس يعني منعطي أبروس وأبروس بتبيع، يا أما في احتمال وهو الاحتمال الأضعف أنه يكون في شركات يعني الشركات اللي نقبت تشتري هي فوق البحر وتبعت عبر الانبوب العربي لإسرائيل انبوب الدول السبعة. هلا لا هو الاحتمال الأضعف لحد الآن، بعدين ممكن ما يكون أضعف لأنه الموانع السياسية اللي موجودة بقلب البلد على قصة أنه هذا يمهد إلى تطبيع اقتصادي أو يسمى تطبيع اقتصادي مع إسرائيل، بعتقد بعد الموانع كتير قوية حتى الآن، بربط بكلمتي حتى الآن لأنه بعدين ما بنعرف شو بصير. شكرا كتير نذير. شكرا كتير إليك. شكرا لك. إذن يعني مشاهدينا عمليا بعد المعضلة هي ذاتها. هلا طبعا من قبض ثمن هذه الصفقة يعني باتت الأمور واضحة، ولكن نحن اليوم شو مطلوب منا؟ هل سيتمكن لبنان من الاستفادة بهذا الموضوع لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن؟ يعني نحن عم نحكي هون من إعفاءات من قانون قيصر، كل الأمور معلقة بالأشهر المقبلة القليلة جدا، يعني بنتمنى أن يصير عندنا كهرباء بالحد الأدنى. بتشكر متابعتكم. شكرا لكم.